خلينا بما اننا النهارده خصصنا حلقتنا للكلام عن اكياس المبيض، نعرف ايه اسبابها، ايه اهم الاسباب اللي ممكن تؤدي لاكياس المبيض؟ تمام. احنا بالنسبه لاكياس المبيض لازم نعرف ان في حاجتين في اكياس المبيض. اول حاجه في اكياس وظيفيه، وفي حاجه ثانيه اسمها اكياس مرضيه. الاكياس الوظيفيه دي بتظهر للمراه في اي يعني في اي وقت بالنسبه لها عن طريق الدوره، تمام، اللي هو كيس بيبقى ممكن كيس ميه او كيس حاجه اسمها كيس اصفر. فدي بالنسبه لنا دي حاجه عاديه جدا جدا، احنا مش عايزين بس ان السيده بتخاف لما تعمل سونار ويطلع عنده حاجه اسمها كيس وظيفي، دي حاجه يعني احنا بنتابعها وملهاش اي اعراض. في حاجه تانية بقى اللي احنا بنخاف منها اللي هي الاكياس المرضيه. تمام. الاكياس المرضيه زي اشهر حاجه والناس كلها عارفاها اللي هو كيس الشوكولاته. تيجي واحده تقول انا عندي كيس شوكولاته، فده هو كل السيدات عارفه ان هو كيس الشوكولاته. وفي حاجه تانية في اكياس دمويه، وفي اكياس في حاجه زي اكياس مخاطيه، دي كلها اكياس دي مرضيه واكياس سرطانيه. طبعا الاسباب بقى بتتعدد الاسباب بالنسبه للسيده ان بيحصل فيه اكياس في عن المبيض. منها اول سبب ممكن ان بيبقى في اختلاف في الوزن، يبقى الوزن زايد شويه، فده بيخلي في حاجه اسمها هرمون الاستروجين بيزيد فبيعمل فيه تكيسات وبيعمل فيه اكياس كمان على المبيض. دي حاجه. الحاجه الثانيه ممكن ان بيبقى فيه تدخين، السيده اللي ممكن بتدخن ممكن يحصل عندها اكياس على المبيض برضه. ثالث حاجه بتبقى فيه حاجه جينات، حاجه جينيه، في حاجه اسمها البي ار سي اي، دي حاجات جينيه بتبقى موجوده في المراه وبتبقى موجوده في السيده معاها، دي ممكن هو اللي بيزود اعراض ان هو بيحصل في كيس على المبيض. تمام. طيب خلينا دكتور، حضرتك ذكرت يعني ان ممكن المدخنه او الوزن الزياده زي ما بنسميها السمنه او جينات، هل السن يا دكتور بيختلف برضو؟ هل السن كل ما بيكبر بيبقى مثلا عرضه اكتر للتكيسات او لاكياس المبيض؟ هل في اشخاص بعينهم هم اكثر عرضه يا دكتور لاكياس المبيض؟ هو بالنسبه للاشخاص الاكثر عرضه، احنا الأشخاص بالنسبة للسيدة اللي هو في سن الخصوبة اللي هو السن من 14 سنة ل 45 سنة، دي هم السيدات الأكثر عرضة إن بيحصل فيه تكيسات عشان بيبقى فيه هرمونات زيادة شوية، فيبقى فيه كيس على المبيض. دي حاجة السن ده أصلا بالنسبة لنا دي حاجة بتريحنا شوية، بتبقى معظم الكيس على المبيض اللي هو حاجة حميدة، مش حاجة بتخوفنا. كل ما بنكبر في السن بعد ال 45 سنة لو حصل ظهر كيس على المبيض دي حاجة بتقلقنا شوية، عشان يعني 60 ل 70% بتبقى بالنسبه للاكياس بعد 45 احنا بنخاف منها تبقى اورام سرطانيه. فاحنا بالنسبه للسن بالنسبه لنا هو اللي بيدينا حاجه كده او بيريحنا. السن اللي من 15 ل 45 دي حاجه بتبقى بتطمنا ان هو معظمها ان شاء الله حميده، لكن بعد 45 سنه احنا بنخاف يبقى حاجه سرطانيه، فاحنا محتاجه متابعه شويه اكتر من السن الصغير. طيب يعني اللي عندها مثلا تاريخ وراثي كمان في العيله، والدتها، خالتها، عمتها كان عندها او بتعاني من مشاكل اكياس على المبيض، هي كمان بتكون عرضه فتبتدي مثلا تتابع نفسها ولا بيكون الوضع ايه؟ لا، هو لو في مشاكل في العيله طبعا، في او في هيستوري ان في سرطانات اصلا في العيله، فاحنا لا احنا بنخاف من اي حاجه، يعني احنا بنخاف اول ما بتتوجع او تظهر عندها كيس احنا لازم متابعه، غير الناس اللي ظهر عندها كيس وهي اصلا ما عندهاش هيستوري من الحاجات دي كلها. فهي الحاجات اللي عندها السيدات اللي عندها هيستوري احنا بنتابعها واحده واحده وبنتابع الكيس وبنعمل لها الفحوصات الكامله وبنعمل دلالات اورام عشان نعرف ده حاجه حميده او حاجه مش حميده. تمام. احيانا كتير بعض الامراض بتتشابه اعراضها مع امراض تانية، وتلاقي الواحد مش عارف حتى يروح لانهي دكتور وانهي تخصص. فلو هنتكلم النهارده عن اعراض اكياس المبيض، ايه هي وهل بتتشابه مع اعراض تانية ولا لا؟ بالنسبه لاعراض اكياس المبيض، في بالنسبه للاكياس بتاعتنا بتاعه المبيض، هو ممكن في ناس ما عندهاش اعراض، يعني في ناس مثلا تقول لك انا عندي الدوره اتاخرت عليا يومين فهي بتخاف تبقى حامل فبتيجي تعمل سونار بتبقى عندها كيس على المبيض. فاحنا يعني بنكتشفه يعني بايلك اللي هو حاجه صغيره، لكن في بقى لما كل ما الكيس بيكبر كل ما الاعراض بتزيد، بيبقى في الم في جنبها اليمين او الشمال، او تيجي السيده مثلا تقول لي انا حاسه انا عندي تقل في جنابي. دي اكتر كلمه مشهوره اللي هي كلمه تقل دي، هو بتحس واحيانا نحس ان دي زايده. ما هو بالظبط دي بقى دي بقى احنا بنتشابه مع اعراض الزايده. احنا لما مثلا نشتغل في مستشفى حكومه في النبطشات بتاعتنا، بتيجي واحده عندها سيفير بين، عندها الم شديد جدا جدا جدا، فهم احنا عندنا حاجتين، يا اما زايده يا اما كيس على المبيض. فهي هي هي بالنسبه للالم الالم بتاع الكيس على المبيض بيتشابه شويه مع الم الزايده.